تصور يا ماما، ما حاولش حتى يسألني يبقى مين، علاقتك بإيه، ظروفه إيه. ده لو كان أبويا كان اهتم. ليه كده يا سارة؟ كريم حنين عليكي قوي أنت وأختك، وبيحبكوا زي وائل بالظبط، عمره ما فرق بين معاملتكم، بدليل إنك رحتي تفتحيه هو في الموضوع وما فتحتنيش أنا. أنا كنت عايزة أختبر إحساسه، كنت عايزة أحس إن ليا أب. اخسى عليك يا سارة، الراجل بيعمل كل حاجة عشان يساعدكم، عايزين إيه أكتر من كده؟ ما تفهمنيش غلط يا ماما، عمي كريم إنسان مثالي وأنا بحبه جدا، بس يظهر الواحد كده لما بيكبر بيبقى عايز يحس بمشاعر حقيقية. أنا اكتشفت إن فكرة الأب البديل دي مش مظبوطة، مفيش حد ممكن يحبني أو يفرح لي أو يحس بيا زي أبويا الحقيقي. أنا نفسي أسألك سؤال بس خايفة تزعلي. اسألي. وانت سبتي حاجة؟ اسألي. انت لسه فاكرة بابا؟ طبعا فاكرة، أبوكي ما يتنسيش أبدا، كان إنسان لطيف قوي وعيشتي معاه كانت حلوة، بس يا خسارة بقى القدر، راح في حادثة بشعة. كنتوا متجوزين عن حب؟ طبعا كان في حب. طب عمي كريم؟ وبعدين معاكي أسئلتك كترت قوي زيادة من اللزوم. المشكلة دي بتعدي علينا كل يوم، لكن يمكن زحمة الحياة ومشاكلها ما بتخليناش نتأملها، أو بنتأملها ونكتفي بالسلبية واللامبالاة. عشان كده أنا بدعوكم معايا نناقش أبعاد تلك المشكلة، ونحاول نلاقي حل لإنقاذ آلاف من أطفال الشوارع. أعزائي المشاهدين، نحن نوجه لكم دعوة للتفكير والمناقشة. زي ما انت يا ابتسام ما تغيرتيش ابدا. Yes. Thank you. Thank you. Today will be the last required treatment for Mr. Mustafa Oura, our Arabian patient. We'll be taking blood samples every day for analysis to make sure how he's responding to our prescribed treatment. Actually, his general condition seems to be stable. That's very good. Good morning, Mr. Kura. How do you feel today? Doctor, I know I'm dying, but I need to know how long I have to live, because there are so many important things I have to do before I go. I cannot predict the exact time, but I'm sorry to say, I think you've got about 6 months to go. ما تحطش في بالك يا أستاذ مصطفى، الحاجات دي بتاعت ربنا. 6 months. Who knows? You're a man of a strong will to live. Maybe if you follow our prescribed prescription, you might live much longer.